اهلا بيكم، انا ماجدولين. النهارده هنعمل فيديو من فيديوهات المايند اند بودي. هنشتغل على الارض، محتاجين بس المات او ممكن سجاده او ممكن فوطه، المهم اكون يعني واقفه على حاجه ما تكونش بتتزحلق. عايزه افكركم لو بتتفرجوا على الفيديو دلوقتي ان انتوا تعملوا لايك للفيديو عشان اعرف ان انتوا شفتوا الفيديو. تاني حاجه ما ننساش نعمل سبسكرايب لليوتيوب. واخر حاجه، مستنيه دايما اسئلتكم ودايما اقتراحاتكم، بالنسبه لي مهمه جدا وهي اللي بتخليني اعرف ابلان كمان الوقت الجاي على حسب اللي انتوا محتاجينه. هنبتدي مع بعض دلوقتي. اول حاجه هنبتدي على الارض الوارم اب زي ما متعودين، وشويه شويه نبتدي نزود الحركات. يلا هنبتدي دلوقتي في اول وضع اسمه تشايلدز بوز، يعني وضع الطفل زي ما بيقولوا. اوكي، هقعد كده، هقعد على الهيلز على كعبي، ومن هنا هاخد نفس. مش عايزين ننسى ابدا ان دايما التنفس من اول الكلاس لاخره مهم جدا. الحركه وانا بانهيل بعمل حاجه، وانا باكسهيل بعمل حاجه. انهيل يعني باخد نفس من مناخيري، اكسهيل اطلعه من بقي، بعدين انهيل اكسهيل. هروح للبوزيشن اللي قلت لكم عليه اسمه تشايلدز بوز. هفضل قاعده ورا، عشان كده انا بدات وانا قاعده ورا عشان اتاكد ان انا ظهري مظبوط، وهفرد ايدي لقدام كاني بتمطع على قد ما اقدر، وهتنفس وانا هنا. اكسهال، كل مره باكسهال اتاكد ان انا بريلاكس. انهال اكسهال، بسيب نفسي اكتر. Inhale. Exhale. Now آخر مرة inhale. وأنا بإكسهال هعمل كده. هتفضل إيدي على الأرض مش هتحرك. هروح زق الهيبس، زق الحوض لتحت كأنه عايز يلمس الأرض. هإنhale. هرجع لورا، إيدي مكانها. هحاول أتشالنج ماي سيلف إن أنا أشد أكتر. وانا باكسهال ايدي زي ما هي، الويت كله هيطلع على ايدي وازق الحوض لتحت. انهال، وراسي قدام ورقبتي في لاين واحد مع ظهري. اكسهال. ساعات بس لما بتكلم معاكم رقبتي بترجع لورا، بس انا المفروض دايما رقبتي في خط واحد مع ظهري، وعشان كده بحتاج اوقات ابص تحت. مرتين كمان. عايزه افكركم ان احنا لسه بنسخن. اخر مره. وهنا هرجع للسنتر، مش هرجع لورا. هجيب ايدي بالظبط تحت كتفي زي ما متعودين مع بعض في تمارين بتاعتنا قبل كده، وبرده ركبتي تحت بالظبط الحوض. دلوقتي وانا بانهال وانا باخد نفس هارتش ماي باك، هلفه كده لبره. اوكي، وانا باكسهال هراوند ماي باك، هدور ظهري وازق الارض بايدي وبركبتي. انهال ارتش للاخر، اكسهال هراوند، انهال ارتش على قد ما اقدر، اكسهال هراوند برضو على قد ما اقدر. ما انساش البانش اللي بتحصل في بطني اللي بتدور لي ظهري، دي مهمه جدا. كل مره بعمل كده بشيل كمان اي ضغط على ظهري. كل ما بستعمل، عشان كده اي حد التمارين البطن الكتير بتخلي عضلات بطنه قويه، فبتقلل اي ضغط على ظهره. ومن ضمن علامات ان عندي مشكله في بطني، ان عندي مشكله في ظهري قصدي، ان انا بطني بتكون عضلاتها ضعيفه. ارج، اكسهال اخر مره. دلوقتي هعمل انهال، وانا باكسهال اتعودنا هراوند ماي باك، هدور ظهري وهرجع لورا وازق الارض. هنا اكسهال هراوند وهرجع لورا وانا مدوره ظهري. انهال هرجع لورا واسترتش ماي باك. كده انا بشد ظهري اكتر، بسترتش ظهري اكتر كمان.
وبسخن كمان ظهري عشان التمارين اللي جايه هشغل ظهري كتير وهشغل رجلي كمان. وهنا هرجع all the way back. اوكي هرجع تاني افرد ايديا لقدام زي ما اتفقنا as far as you can. ابعد حاجه اقدر اعملها اتاكد ان كل ايدي دايسه على الارض. هنا هينهيل وانا باكسهيل هرجع زي التمرين الاولاني اللي انا فيه كنت بزق الهيب لتحت فاكرينه هو ده. بس وانا بروح له هروح له ازاي؟ بدل ما هروح له من فوق هروح له من تحت. هاتني كوعي وهزحلق كاني بحاول ازحلق للتشاست على الارض. هزحلق 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 واروح للتمرين اللي كنت فيه. وبعدين انهيل هنا اكسهيل هنزل وزحلق ارجع لورا. التمرين ده تشالنجينج شويه في شويه تحدي عشان كده عايزه اتاكد ان مش لازم انزل all the way تحت يعني all the way down ان انا المس الارض لكن مهم البوزيشن بتاع جسمي يبقى مظبوط. فانا من هنا انهيل اكسهيل هاتني كوعي واشوف اقدر اوصل لحد فين من غير ما كوعي يرجع ورا ولا كتفي يطلع لفوق. كتفي تحت ومن هنا بزحلق 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 واروح طالعه لفوق. اوكي ومن هنا هاخد نفس برضو عشان ارجع اكسهيل هنزل وهزحلق كاني بزق الارض كمان بايدي. انهيل اكسهيل هزحلق 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 على قد ما اقدر. احس كمان ان ايدي من ورا بتشتغل الترايسبس. لما بطلع هنا كتافي تحت ورقبتي في خط واحد مع ظهري. انهيل اكسهيل مرتين كمان. هطلع بس قدام شويه عشان خرجت بره المعد. انهيل اكسهيل هزق كويس زي ما هو وبعدين هطلع لفوق. انهيل هزق الارض كاني بزق الارض بعيد عني. خدت بالكم انا استعملت ايديا من تحت اكتر عشان ازق بيها. اخر مره انهيل اكسهيل هزق احاول ابقى قريبه على قد ما اقدر. حاول كمان اني ما اقعدش اني هبقى زي البوزيشن الاولاني الهيبس بتحاول تلمس الارض لكن مش طايله الارض. انهيل اكسهيل هنزل. جود جوب. اخد نفسين هنا في مكاني. انهيل اكسهيل اكسهيل. هتحرك انا بس قدام شويه عشان نروح للتمارين اللي وراها. انهيل اكسهيل. جود جوب. هتبقى حسيتوا طبعا بايديكوا وحسيتوا كمان بظهركوا. من هنا هانهيل واكسهيل في البوزيشن بتاع الاربع نقط اللي على الارض بالظبط عشان اروح للتمرين اللي ورا. دلوقتي انا تنيت صوابع لجوه ركبي تحت الحوض وبالظبط ايدي تحت الشولدرز تحت الكتاف. فانا هعمل انهيل هنا اكسهيل هزق اخر نقطه في ظهري كانها بتتعلق لفوق وتطلع تطلع. حد بيعمل لي علقني حد عمال يشدني لفوق 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 لفوق. اوكي بعد ما علق اخر نقطه ممكنه هروح تانيه رجلي. وانا بتني رجلي انا بشد ظهري اكتر. اوكي بزق اكتر الارض. اوكي تاني هنزل انهيل. لو حاسه ان انا عايزه ازود الانتنسيتي او صعوبه التمرين شويه ممكن اطلع ايدي لقدام. لو مش متعوده اعمل التمرين ده ممكن اعمله بالظبط ايديا تحت الشولدر في الاول. انهيل اكسهيل هتعلق لفوق وكاني بارش ماي باك زي ما كنت بسخن في الاول واتعلق اتعلق اتعلق اتعلق. اوكي لحد ما ظهري يفرد على الاخر وبعدين اتني رجلي وافرد ظهري اكتر. دلوقتي وانا هنا انهيل اكسهيل عايزه ركبي تلمس الارض. انهيل اكسهيل. اوكي وانا بعمل انهيل بزق الارض بعيد بعيد بفرد ظهري. انا لسه متعلقه حتى ورجلي متنيه لسه متعلقه. طبعا الوزن بتاعي على 10 صوابع
اكسهيل هنقل الويت بتاعي على ايديا وتاتش بركبتي. انهيل اكسهيل تاتش يس. انهيل اكسهيل تاتش يس. هنكمل انهيل. عايزاكم تكملوا وانا بشرح لكم حاجه. التمرين ده اسمه داونورد فيسينج دوج، بنعمله في البيلاتس وبنعمله في اليوجا. وانا متشعلقه لفوق، الفكره اني باخد ظهري من اخره وبشد كل ظهري لحد رقبتي. اوكي، فكل ما افرد ظهري كل ما اطوله كل ما استفيد من التمرين اكتر. وانا بزود كمان صعوبه التمرين اني بوصل بركبتي على الارض، فانا الثايز كمان عماله تشتغل معايا. اوكي، هنكمل، واي وقت نحس ان احنا تعبانين بناخد بريك ونرجع تاني. من هنا انهيل اكسهيل، واحاول ازق ظهري اكتر لورا. اكسهيل دلوقتي من هنا انهيل اكسهيل. هتشعلق تاني، بس المره دي لما اتشعلقت هفرد رجلي. اوكي، هزق الارض لورا لقدام، يعني انا اللي برجع لورا، وكعبي دلوقتي هيحاول يوصل للارض. اوكي، واكمل اتنفس وانا هنا. اطول على قد ما اقدر. لو حسيت اني مش مرتاحه برضو هاتني رجلي شويه. دلوقتي هانهيل، وانا باكسهيل هرفع كعبي وهزق الويت في البلانك. احنا متعودين على البلانك بتاعتنا هنا. انهيل فلات باك، ظهري ستريت، ظهري مفرود، هطلع بكعبي لفوق وهزقه لتحت تاني للداونورد. هاخد نفس، هرفع كعبي، هنقل وزني على ايديا وهستنى. وطبعا هدخل بطني لجوه عشان ظهري ما يعملش كده. اكسهيل. كل مره برفع كعبي عشان اعرف اشيفت ماي ويت، عشان انقل وزني. انهيل اكسهيل، رفعت كعبي وزقيت. انهيل اكسهيل، رفعت كعبي وزقيته لتحت المره دي. مرتين كمان. انهيل اكسهيل انهيل اكسهيل. كمل. اي وقت هتعب هنزل في تشايلدز بوز. اوكي، مش هقف في ان البوزيشن بس اغيره واوصل لوضع مريح، لا، انا بنزل تشايلدز بوز عشان اكون في وضع صح. اوكي، انهيل اكسهيل. دي اخر مره. انهيل اكسهيل، وكمل اتنفس هنا. فور ثري، هحاول كاني عايزه المس الارض بالتشست، بحاول اني اريتش ان انا اوصل للارض بصدري. يس، لتحت. تو وان، نيز اون ذا فلور، ركبتي على الارض وارجع لورا واخد نفس. Good job. هنكمل. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. هرجع تاني. هزود حاجة صغيرة زي ما اتفقنا دايما. بنبتدي بحركة وبعدين نزود عليها نزود عليها نزود عليها. اوكي، فأنا أول حركة من هنا هفتح ايدي قدام شويه. لما متعوده اعمل التمرين ده، لو اول مره اعمله خلي بالظبط ايدي تحت الشولدر. انا هطلعها قدام شويه وهعمل انهيل وانا بدي صوابعي، اكسهيل هطلع لفوق، هعمل انهيل فوق، اكسهيل بلانك. هتحرك، محتاجه اتحرك اكتر. ده اللي كنت بعمله دلوقتي. ايه اللي هزوده على التمرين ده؟ ان وانا هنا بعمل انهيل اكسهيل هرفع كعبي وهاخد ركبتي بره تحاول تلمس كوعي. انهيل
اكسهيل هبدل الرجل التانية. انهيل بس. كل مرة هشفت كل الويت على ايدي. حاول المس كور. لاست فور، اربع مرات كمان. يس. بره ايدي مش جوه ايدي. مرتين كمان. اخر مرة. ومن هنا هنزل تحت زي ما بدأت بالظبط التشايلد بوز. ورا شوية وازحلق خالص. اوكي دلوقتي انا هعمل تمرين اخير بس على ظهري المرة دي، اسمه رول اب. الرول ابس نعملها على طول في البيلاتس، وهي لاني يعني بدور ظهري وبطلع ارول واحده واحده، يعني كاني بلف ظهري كده وانا طالعه. اوكي هنعمل ايه؟ رجلينا بالظبط نفس العرض بتاع الحوض بتاعنا. ده تمرين اخير هنعمله، عايزاكم تنبسطوا تستمتعوا بالنفس، مش بس تتنفسوا لانه واجب، لا احنا بنستمتع واحنا بنتنفس، بناخد هواء على قد ما نقدر وبنفضي كل الهواء اللي جوانا، ونستمتع ان النفس كمان بيخليني اشتغل وانا مرتاحه مش وانا ستريس او مضغوطه او مضطره اني اتمرن. النفس هيخليني ابقى مرتاحه وانا بتمرن، وده في اخر تمرين هنعمله في المايند اند بودي بالذات. بحب دايما اخر تمرين لو حاسين ان قادرين تكملوا، كملوا في النفس بعد كده، كملوا بريدنج، اقعدوا تنفسوا 5 دقائق 10 دقائق بعد كلاس، هيبقى مريح جدا لينا وبيخليني افضي كل تعب وكل ستريس جوايا، وفي نفس الوقت بتمرن، ودي احلى حاجه. ايه هي الرول ابس؟ اوكي انا هبتديها، انا هستعمل اوبشن في الاول وبعدين هقول لكم ممكن نعملها ازاي. الاوبشن هو ان ايديا هتبقى هنا ورا الثايز، فانا باخد نفس انهيل، وانا بانهيل برفع بس راسي وكتفي عشان احضر نفسي، كان ده وضع الاستعداد بتاعي زي ما تعودنا. الانهيل دايما بتاعنا هو وضع الاستعداد. الاكسهيل هحط ايدي ورا هنا وهطلع هقشر ظهري من على الارض، هزق هزق بالراحه. لقيت نفسي مش عارفه اطلع، ممكن ازق رجلي قدام شويه بالراحه 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 لحد ما اوصل فوق. اوكي بعد ما وصلت فوق هفرد ظهري، برضو وضع الاستعداد بتاعي ظهري مفرود. انهال اكسهال هراوند ماي باك، هدور ظهري وهلمس الارض باللور باك الاول بالراحة قوي، وزي ما قشرت ظهري مع الأرض برجع تاني ألزق كل فيرتبرا أو كل فقرة على الأرض تاني. أوكي إنهال رفعت، طولت الأول قبل ما أطلع، تخيلت الكورة اللي أنا طالعة فوقيها وحطيت إيدي عشان تساعدني أطلع بالراحة قوي. فرت ظهري، اكسهيل راوند يور باك، هكور ظهري خالص، هكيرف ماي باك، هخليه عامل زي حرف السي بالانجليزي، واحط على الارض ظهري من تحت الاول. مش هينفع طبعا ولا انا بقشر وانا برجع ان في حاجه تتحط قبل ما قبل الثانيه، لازم يمشوا بالترتيب زي ما بطلع زي ما بنزل. انهال اكسهيل، هطول وهدور وهسكويز. كل ما يبقى ابطا كل ما يبقى احسن، وكل ما يبقى اصعب طبعا اكيد. انهال بس انا بشتغل على الديب ماسلز، كل الماسلز اللي جوه في العمق والصغيره كمان، وده بيخليني اعمل كنترول على جسمي. طيب ممكن نعمله ازاي كمان؟ هعمله دلوقتي بايديا وتشوفوا هعمله ازاي بايدي. اكسهال هانهيل الاول وانا بطلع وضع الاستعداد بتاعي، وهاكسهيل دلوقتي. هانهيل هفرد ايدي لفوق لاني عملت بايدي فكمان طلعت ايدي لما فردت ظهري. هاكسهيل هنزل ايدي وانا بنزل، بس مش لازم استعمل ايدي لو مش مرتاحه، طول ما انا ايدي طول ما
بطني بتشتغل مظبوط يبقى انا بشتغل مظبوط. لو انا حطيت خليت ايدي تشتغل وبدات رقبتي توجعني يبقى انا خلاص بطني بطلت تشتغل. لا، انا يهمني دلوقتي اني افوكس على بطني على الابس. ايديا هنا زي ايديا هنا، شويه شويه ايديا هتتعود. اكسهال، هطول وهطلع فوق الكوره. كله من العصره دي من بطني. راوند 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 بالراحة. هحط كل فقرة على الأرض بالراحة 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 بالراحة. يس، تحسوا انها بتسخن كده. بعد ما اخلص الفيديو، بما انه اخر اكزرسايز، لو حاسين قادرين تكملوا رول اب اللي عملناها دلوقتي كملوا فيها. تمرين مهم قوي للابس، مهم قوي للكنترول. هنا هعمل ايه؟ هرجع اول ما اللور باك ظهري يبقى على الارض هستنى هنا. هطلع كل النفس اللي باقي. وهنا انهال، بفتكر ان طلعت كل النفس بس بكتشف ان لسه في نفس. اكسهال، اطلع بالراحه. انهال اكسهال، هريح اللور باك الاول على الارض. واول ما نص ظهري يوصل للارض هستنى هنا. هعمل تمرين بس واحد بس، هعمل بيه ستريتشنج لبطني وبعدين نوقف. ايدينا هنا، انهال، قربت بس رجلي اكتر شويه لوسطي. وهعمل انهال اكسهال، هقشر ظهري بس بالعكس المره دي. هشيل الاول الهانش من على الارض وبعدين ظهري من تحت واقشر فقره 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 لحد اقصى حاجه اقدر اعملها. وهتنفس هنا، مش هعمل اي حاجه بس هتنفس. واتاكد ان العشر صوابع على الارض وجناب رجلي جناب القدم على الارض. اخر نفس، وبرده زي ما قشرت هرجع الزق كل نقطه تاني. جود جوب. انا متاكده ان انتم انبسطتوا زي ما انا انبسطت معاكم النهارده. مستنيه كل الكومنتس بتاعتكم، ومبسوطه ان انتوا اتفرجتوا عليا النهارده. وما تنسوش تكملوا تعملوا التمرين ده على الاقل 3 مرات في الاسبوع. باي باي.